السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في الرياضيات للصف الثالث الثاني عشر المتقدم. الدرس هو عبارة عنوان الدرس هو التكامل العددي. السؤال هو أوجد قيمة تقريبية للتكامل، تكامل من 1 إلى 9 إكس تربيع زائد 1 دي إكس حيث إن تساوي 4. في البداية لابد هناك 3 طرق إيجاد هذه القيمة التقريبية للتكامل. طريقة نقطة المنتصف، الطريقة الثانية طريقة سيمبسون، الطريقة الثالثة طريقة شبه المنحرف. قبل أن نبدأ بهذه الطرق الثلاث لابد أن نعرف الدالة الموجودة في السؤال، هي اف اكس تساوي اكس تربيع زائد 1، وهي الدالة الموجودة داخل التكامل. الـ A تساوي 1 هو الحد الأدنى للتكامل، والبي تساوي 9 هو الحد الأعلى للتكامل، وفي السؤال مكتوب إن تساوي 4. نوجد دلتا إكس. دلتا إكس هي طول الفترة الجزئية. دلتا إكس تساوي بي ناقص إي على إن. بالتعويض 9 ناقص 1 على 4، الإجابة تساوي 2. الفترة الموجودة نبدأ بأول فترة 1 ونزيد في كل مرة قيمة دلتا إكس وهي 2. نجد المجموعة اللي هي تعتبر تجزئة للفترة المعطاة 1 و3 و5 و7 و9. أولاً هنوجد قيمة تقريبية للتكامل المحدد بطريقة نقطة المنتصف. عندنا الطريقة دلتا إكس، نفتح قوس إف 1 زائد 3 على 2 زائد إف 3 زائد 5 على 2 زائد إف 7 5 زائد 7 على 2 زائد إف 7 زائد 9 على 2، وهي نقاط المنتصفات الفترة الجزئية، المجموعة الجزئية هي المنتصفات. فبالتعويض دلتا إكس 2، نفتح قوس إف 2 زائد إف 4 زائد إف 6 زائد إف 8 2، نفتح قوس 5 زائد 17 هي قيمة إف 4 زائد قيمة إف 6 37 زائد قيمة إف 8 65 2، نفتح قوس المجموع داخل القوس 124 في 2 ضرب 2 يساوي 248. الطريقة الثانية الطريقة التقريبية للتكامل المحدد بطريقة سيمبسون. خارج القوس دلتا إكس على 3، لكن في طريقة المنتصف كان دلتا إكس فقط عشان نقارن بين الطرق الثلاث. نبدأ بالقوس إف 1 زائد 4 إف 3 زائد 2 إف 5 زائد 4 إف 7 زائد إف 9، ونلاحظ أن 4 2 4 تذكرني بأحدى الطرق في طريقة في كرة القدم. هناك فريق يقال له أنه يلعب بطريقة 2 4 2 4. فبالتعويض وجدنا أن 2 على 3 خارج القوس إف 1 2 4 إف 3 40 2 إف 5 52 4 إف 7 200 إف 9 82، وبضرب المجموع داخل القوس ضربناها في ثلثين طلع الإجابة 256. الطريقة الثالثة إيجاد قيمة تقريبية للتكامل المحدد بطريقة شبه المنحرف. وجدنا أن خارج القوس دلتا إكس على 2، نفتح القوس إف 1 زائد 2 إف 3 زائد 2 إف 5 زائد 2 إف 7 زائد إف 9، ودلتا إكس 2 على 2 إف 1 2 2 إف 3 20 2 إف 5 52 2 إف 7 100 إف 9 82، وجدنا أن المجموع النهائي هو 256.